هاي هاي إذن ظهرها تسمع سمو الروس. الأميرة إيمان بنت عبد الله تدخل مشهد جميل جدا. برفقة سمو الأمير الحسين والذي يصطحبها لبدء مراسم عقد قرانها على السيد جميل. إذن الأمير الحسين بن عبد الله ولي العهد برفقة شقيقته الأميرة إيمان بنت عبد الله وبكامل الجمال صراحة، يعني في حديقة المنزل. مشهد جميل جدا. إذن يتوجهون في هذا المنظر الجميل في حديقة بيت الأردن، يعني هذا شجر اللوز يعني يعطيه جمال أكثر للصورة فعليا. نعم. مع يوم الزفاف يعني منظر جميل جدا برفقة أيضا يوم ربيعي الأطفال يعني الصبايا الصغار، وسمو الأميرة فعليا لها يعني ملامح طفولية فعليا وبمنتهى الجمال. وصلت الآن. إذن تصل الأميرة إيمان بنت عبد الله إلى حديقة بيت الأردن برفقة شقيقها ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله. إذن الملك عبد الله يعني ينظر إلى ابنته بفخر وبفرح. نعم. كبير جدا يعني ويساعدها. يساعدها. جميل جدا هذا المنظر. إذن لنرى، سأترككم مشاهدينا مع هذه المشاهد لوصول سمو الأميرة إيمان إلى مكان عقد القران بحضور إمام الحضرة وجلالة الملك عبد الله الثاني.